مرحبا بكم في قناتي المتنوعة بشرى إسبانيا. اللايك والاشتراك ليصلكم الجديد. موفقين جميعا. السلام عليكم ورحمة الله، المتابعين الأوفياء. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد وفيديو جديد، جيت نشارك معكم هذا الفلان كراميل الرائع. طريقة سهلة ومبسطة، وزينته هنا باللوز إيفيلي. يا سلام كيجي رائع. أنا عدلته في المول العجيب، كتجي شي حاجة رائعة جدا، وعاقد، وصراحة المذاق روعة. أتمنى تجربوا الطريقة، وما تنسونيش من اللايك والاشتراك. هكذا على هذا الشكل، مع هذا الصوص كتهزوا هذا الصوص كذلك، وكتكبوه على القطع اللي غتقدموا للعائلة. وبالصحة والراحة، ما تنسونيش من اللايك والاشتراك والبارتاج. دمتم موفقين وفي رعاية الرحمن إن شاء الله. كما كتشاهدوا، يا سلام يا سلام، بالصحة والراحة. بسم الله. صراحة المذاق رائع جدا جدا، أتمنى تجربوه بنفس الطريقة والمقادير. مع السلامة. قدير تحضير فلون كراميل يعني بطريقة سهلة وبسيطة. كناخدو واحد لتر من الحليب. شنو الحليب؟ يكون كامل الدسم. عندنا هنا انتيرا، عندي 200 مليلتر من كريمة ديال الناطا ولا كريم هولا على بالنسبة للناس ديال المغرب. عندي واحد جوج ديال فلون فانيل، جوج معالق ديال السكر. هنايا فعاوت ما نضيف عي جوج فلان في لتر الحليب. انا عندي في ثلاثة باش يعقد معي بسرعة. عندي في ثلاثة، واحد لافاني حتى الاخر وعنضيفو. وعندي في واحد كيكيسات بمذاق ديال هاد المذاق فيه مزيون. اللي ما عندوش، اللي ما بغاش يضيف حتى حاجه، ولا عنده اللوز يطحنو ويضيفو، واللي ما بغاش كيستغنى على الكل خليه عادي. كراميل انا شاركته معكم مره اخرى، كتعملوا كراميل ديالكم يدوب بوطه مهيله حتى كيدوب، وكتضيفوه المول. هاد المرة غندير المول العجيب، وليمول كيختلفوا على حسب الشكل والأحجام. خليكم مع طريقة التحضير. عندي في الأول فلون ديالي بثلاثة، وعندي في السكر والنطا، وغنحرك الخليط جيدا. الكريم كراميل هو هذا، كنضيفو المول هو الأول، وعاد غندير الخليط ديالي على النار بهذا الشكل عشوائي. وردوا البال، الكراميل كيكون سخون بزاف. عندي يكون وحدكم الاطفال. هنايا ضفت السكر، وعندي في الناطه ديالي، وغنحرك الخليط جيدا وغنوضعه فوق النار. هكذا على هذا الشكل كنستمر التحريك حتى كتنسجم العناصر كامله. وممكن تضيفوا ملعقه مايزينا، يعني اللي بغى يزيد الخليط باش يعقد اكثر وبسرعه يضيف واحد ملعقه نشا، يعني مايزينا دقيق الذره. مع هذا الصيف كيحلى هذا فلان ما شاء الله، كيبرد وعلى اليد ويعني في المنزل شي حاجه رائعه جدا. هكذا ملي كيبدا الغليان ديالو يبغي يفيد معكم، كيطلع الحليب كتحيدوه على النار، عاود تضيفوه مره ثانيه وكتزولوه. الان غنضيف له فلون ديالي، وغنضيف لافاني، وغنضيف هاد كيكس. كيكس انا خدتكم اختياري، كاين اللي كيضيف اللوز يكون محمر ويطحنو جيدا وتضيفو، ولا كاين اللي كيشري ديك الترون ديال الميندراس، الترون ديال اللوز عاود كذلك كيجي رائع. يا سلام، كتجي واحد النكهه وواحد المذاق لا يقاوم. وشكرا لكل المتابعين ديالي اللي كيتابعوني على القناه القدام ولا الجداد، شكرا لكم جزيل الشكر. واللي كيسول عليا على الغياب ديالي، كنعتذر منكم لظروف صحيه. الله يشافي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. وشكرا جزيلا على السؤال ديالكم عليا اللي كتسولوا عليا. الله يوفق ربي الجميع، والله يحفظكم ربي. هادشي ما نتمنى لكم الصحه والسلامه. من بعد ما ضفت الفلون ديالي بجوج، عندي فلافاني، وعندي في هاد الكيكس. وهذا دغيا كيدوب مع هاد الفلون سخون، دغيا عيدوب كيزيد واحد المذاق رائع بالنسبه للفلان.
بغيتو ديرو في ليمون صغارين يعني لكم الاختيار، بغيتو تضيفوهم عفوا تعملوهم في المول الكبير يعني عائلي وكيجي شي حاجة رائعة. ومن بعد ما خلطنا الخليط، اللي ما دابش معاه ديك الكيكه يقدر يطحن الخليط ماشي مشكل، وكنصبوه في المول ديال اللي غيبرد لنا فيه، ونخليوه على سطح العمل حتى يبرد شويه وندخلوه الثلاجة. وبالصحة والراحة، ما تنساونيش من اللايك والاشتراك والتعاليق الزوينة بحالكم، ونتمنى تجربوه بهالمذاقات اللي عملت فيها انا، كيجي رائع يا سلام. بحال عدلتوه في الصباح في العشية تقدموه بارد جاهز. واللايك والاشتراك وتعاليق، وشكرا لكم جزيل الشكر احلى متابعين. الفلون ديالنا من بعد ما برد خرجناه من الثلاجة، يا سلام كيتفكر راسو. الان غنخويوه في التبصيل ديال التقديم، وكتزينوه باللوز ايفيلي بهذا الشكل. غنقطعوه كيتقدم تروسو العائلة. يا سلام يا سلام، صراحة كيجي رائع جدا.